السلام عليكم مرحبا مش اول مره نشوفوا بعضنا توا انا ماما لوتشيا واليوم زادا باش نعطيكم من اوتر ريسيت ايدي كالكولاتا ليانا كان تعمل امي تعمل ناتي الله يرحمهم الكل علمونا برشا وجات انا جو بروبوز حاجه ليكم هاي نبداو مالا داكوردو هاي نشعلو الغاز اول حاجه فوالا نحط الزيت نحط البصل نحط شوية ثوم نو مرة دي الثوم تعرفش نعمله نقصه تروف تروف علاش على كتريش كان فما شكون ما يهبوش ينجي من ناحية جوست ما كلتو انا ما نكليش ياسر يدور لي كان شفته مرات اخرين ما نكليش برشا جو سوي با تلما هكا نهب حاجة فريشكا ناتوريل بريسك الكل على بعضه ديما ديما على كاتر زيدا ساعات انا نقول تعطي ريحة اكتر باهي للصحة دونك نعملك هاي جو بمتر سا انسومبل ما تقوليش على كاتر نزرب مانيش قاعدة نزرب مي سي كوم سا باش الكوة متاع البصل الكل تمشي في الصلصة مش تمشي كان في الزيت نحط الطماطم كونسونتري ابوندون على كاتر صوص هذيكا مش نعمل بيها كي المكرونه البنينه لازم كمان شويه صوص زايد لاباك في الصلصه هذيكا لازم منه هذيكا نحط شويه في الفلاك نحط من اللول شويه بركه على كاتر في الاخر لازم نزيدو نحط الملح العجة اللي ما يزمش تنسيوها السكر نعود لكم كل صلصة فيها المكرو فيها الطماطم كعب ولا طماط كونسنتري فين فما طماطم زيدوا ديما شوية سكر باش يتنحى الكروسية متاع الطماطم والصلصة تبدا بنينة بكري عندكم سردة يحطو ما نعرفش عليه ريتو اما بعد مش عليه ما تسالش كالي صلصه كيف على رفع وانا مش نعملكم حاجه اخرى اللي تمشي مع المكرونه دي كاتو مكرونه دي كيفاش يجي قلت لكم الفستوني فستوني سي تي نوفيل بات وعلاش بيا برشا في الروسيت هذيك على كتريش معموله بالمول برونز المول برونز اش يعمل يكلي المكرونه هارشه عرشة سبدير معناتها الصلصة تشد فيها بزيت دونك البنة أبن و سيت ارتيزانال معناتها كيما اللي كنا نعملو لجرامير و عناتي و أمي و الكلها يعملوها باليد و مسكنات مسبال الليل و ما يعجنو يعملو هاذيكا فما حاجة أخرى مش نعمل معاها دي توت بتيت بولات شنو لي زانغريديون الحم مفروم و نحط معاه شوية خبز مبلول في الماء ونحط معاه شوية ثوم الثوم باهي أنا نحبو الثوم وباهي للصحة ونحط عظمة ناية المعدنوس بالباهي فروماج مرحي لازم منه فلفل أخضر زايد والملح اوكي عندما معمول يديا ضعفة نعجنه من مليا مليا كما تعملوا كعبر مدوما كعبر الإيطاليا ويتعملوا بولات زريرات زريرات علاش مش يتقلطوا مع الصلصة المكرونة الريكوتا هما وجبال وتو برمو بنينة برشا ديليكاتو واللي يحب الحار يزيد على روحه شوية عريسة مش مفوة كما قلت لكم ديما ناكد الطاجين نطفك النار انا الحق ناكليها في زيت زيتونة علاش
على كتبعد عطيت شوية شوية زيت غادي الزيت دي كنستعمله باش نزيدوا الصلصة باش تبدأ بنينة وباش ما تقعدوش دايو ياسر وقت انا نوريكم انا كيفاش نعمل وانتم دبروا لوسكم كوم بو بولي انا نحط بزيدة في يدي وبعد ناكد شوية نعمل هكا ونحط ما تخافوش حتى برد شوية ما جرالو شيء توي تيب توي تسكت كاتر ما نجموش نديرو الوقت انا نسى لازمنا نجريو لازمنا نعملو لواج بنان وبيت بيت بيت في كان نقعدو نستناو هكا وهكا وهكا بعد تراسينا برشا وقت بالاخص اللي يخدمو ما عندهمش ياسر وقت باش يعملو هذيكا سي لا كوزين كازانيير لا كوزين دي ماما اللي طايبو بالحب وبالسوان للعائلة هذاك لا كوزين دو غرامير بو بوبيلا دي كاترينا غرامير عندي ستة صغيرات زو عندي ثلاثة أولاد وكل واحد منهم عنده أكوبل وبيد عليا كلهم كل حد في بلاد أي ما ميسالش هذيك المكتوب ألوغ صوص متاعنا سيي طايبة دونك جو في ميتر du sel dans l'eau. Et là, d'habitude, on a tout dit, mais qui fait le meilleur. On tout mal à kiff comme ça, ça ne change rien. Je prends mes pâtes et dis qu'elle est coltelle comme à lire. Les nouvelles pâtes artisanales, la nouvelle gamme de l'épidore, pâtes artisanales qui sont extraordinaires. Coltelle comme dit qu'à Omri Melkita Fitounes, Kita Ena, Andomou Mabar et certainement, c'est extraordinaire. Bismillah. Voilà. Dima, le macaroni, autour, éparpillé. Amour, mais tout, rakdil. Hein? Bismillah, si. Rabbi Mahana, qui fait un le bel mescoul. Ou haja, kek, Rabbi Mahana, autrement, le tarku, belgde, belgde. Nezuriko, tamtan. Gafasa, bel fourchita, belgde, belgde. نزيد عليا طرف جبن نزيد عليا مقارفة صلصة من اللي دارنا من بكري هذيك سي لا صوص على ريكوتا سي تي سبيسياليتي نابوليتان سورتو على كاترون مي كان من نابل وبابا مولود في مصر دونك اون افي دو تو على ميزون ديما Je connais la cuisine masserie alcool car papa qui n'est pas il adorait cuisiner mon père. Nartel had yachini fil cuisine ma mel sabam ta sba hatta nusna el bab msakra bel mfta omri ma tnajemch tatkol li ommi li hatta had ntaibou netfakar kima towa netla fouk l'escabeau bach n'amel haka bach nousel el tanjara nakhd chwaya boulette انا عملت ترتال توا برشا بلات الكل نحط عليا شوية صوص باش يفتح بشوية البلات فوالا هيك وباش ياخدوا لو جو نتاع لا صوص معاه بسما انكور ان بو ترمون نعطيلكم نية ما تجيش بيا دو بلاش Encore 2-3 minutes. Toi. Primo. Notalia chouia sauce. Kallat mliyan chouia sauce. Umbad, notalia ricotta. كان تحبوا حارة شوية توا سي لو ماما باش تحطوا العريسة متاعكم أنا توا نعملها بلاش عريسة نزيد كان شوية في الفلاكل كاتب في الفلاكل كيف تحطوا على الدرنيير مينوت يعطي الريح خير وما يضرش المعدة مش أنا نكون طب يكون أنا نطيب وما يتكلموا Des fois, moi, tu vois, des fois, il y a des choses. Il dit, ouais, que bichouille, bichouille, à la quatrième, je ne suis pas une professionnelle. Qui m'a coulé d'armes, des fois, tes fourchettes, tes locataires macarons,
Vous voyez, c'est des pâtes très longues, séchées à l'ancienne. Vide notre cheveille haricotte. J'ajoute un peu de fromage râpé, dit de soya sauce. Tchala tajibkom, cheia taiba, ala marajé, tchala, barakallahu fikoum.